أخبار اليوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ومعانا النجمة القديرة، نجمة أوراق التوت، الفنانة القديرة والكبيرة سميحة أيوب أو إليسيانا. تكلمين عن الشخصية والاقتدار اللي حضرتك قدمتيها بيه، يعني الشخصية تتميز بنوع من التمويه، يعني ما بنحس إنها شريرة. لا، هي إنسانة طيبة، لكن اضطرت تبقى شريرة لأن الوزير يعني لقى نقطة ضعف عندها، نقطة ضعف مرضية عندها، فاتك عليها وحكم عليها لا يفشي سرها أو هي تتنها، يعني تتآمر معها. هي تآمرت شوية وبعدين ضميرها صحي وصارت على نفسها وأسلمت وعملت حاجات جميلة جدا مش عايزة أحرقها بالنسبة للشخصية التانية. النجم القدير سماحة أيوب، ده مش العمل الأوحد اللي تقدميه من الشكل التاريخي أو اللغة الفصحى، العمل ده تحديدا إيه اللي جذب حضرتك لتقديمه؟ لا يعني ما عمل كأي عمل، يعني شفته وشفت وقريت القصة وعجبتني، ف ايه المانع ان انا اشتغل فيه؟ يعني الدور حضرتك، الرساله اللي بتقوليها من خلال دورك او العمل كله، ايه الرساله اللي بيحس المشاهد على انه يترحم؟ العمل كله رساله، مش دور، يعني ما فيش دور بيبقى هو الرساله، بيبقى العمل ككل هو الرساله بس. ف بيبين حاجات كتير جدا وافرع كتير جدا في العمل الفني. كانت حضرتك خلال العمل بالنسبة للسفر لأوقات التصوير؟ لا الحقيقة أنا ما سافرتش خالص، وأوقات التصوير كانت زي أي أوقات تانية، يعني إحنا متعودين في أيام سهلة وفي أيام صعبة، فعادي يعني بالنسبة للشغل. لو قلنا بعيدا عن أحرق الأحداث، إيه يعني التطورات أو أبعاد الشخصية فيما بعد الحلقات الجاية نقول لمشاهد انتظرها مع حضرتك؟ لا ما فيش، مش هقول سر يعني. طب اخيرا، حريصه بتتابعي حاجه في رمضان ولا عشان اوقات التصوير مش بتلحقي؟ لا ما يعني بعمل ايه في رمضان؟ بتتابعي اعمال رمضانيه؟ بعض الاعمال بعض الاعمال، يعني بعض الاعمال لسه يعني لما تكتمل، لكن انا عجباني الحقيقه حاره اليهود، عجباني يعني فيها شغل هادي وظريف وما فيهوش الفاظ، ولا حد بيضرب بالسكاكين، ولا حد بيقتل، ولا حد بيقول الفاظ بايخه، وفي يعني مسلسلات تانية كويسه. شايفه السنه دي الدراما يعني اكثر ثراء عن العام الماضي ولا شايفه العام الماضي؟ لا لا لا، ما نحكمش باعوام، احنا نحكم بالعمل الدرامي. العمل الدراما دلوقتي بقت سمك لبن تمر هندي، بقت يعني ما بتأديش الرسالة اللي لازم تؤديها، اللهم إلا بعض المسلسلات، لكن معظمها ما بيأديش الرسالة أبدا، بل بيخرب عقول المشاهدين. بعد داتا رهيبة، في حاجات تانية حضرتك ممكن تقدميها في السينما؟ لو يعني تعرض علي حاجة عجبتني هعملها. وماذا عن المسرح؟ لسه يعني شوية ما فيش نص يعني أثر شهيتي علشان أعمله. في النهاية بنشكر حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب مزيد من التوفيق. الله يخليك، شكرا جدا، شكرا.